هذه سردية ترامب بشكل أو بآخر، محاولة إيجاد حل لهذه الحرب أو على الأقل الاستمرار في السعي لإنهاء هذه الحرب وخفض التصعيد إلى أقصى حد ممكن، ولكن الجميع يهمل كاميلا هاريس بشكل أو بآخر. ما إذا جاءت كاميلا هاريس، ما هو موقف الروس؟ أنت قلت أن الروس سيعيدون التفكير، ولكن ما هو موقف حتى أمريكا؟ هل أمريكا تريد استمرار هذه الحرب لمدة 4 سنوات أخرى؟ لا أحد يريد استمرار هذه الحرب. هذه الحرب قائمة، وخلينا خلينا نلخص الموضوع. بالنسبة للطرف الأوكراني، الطرف الأوكراني كان يحقق انتصارات لا بأس بها قبل، للأسف يعني نحن تحدثنا كثيرا على قناتكم الكريمة عن مشاكل الإدارة الروسية والفشل الروسي و دعونا نتحدث ولو بشكل قليل حتى على الفشل الأوكراني. الأوكران حققوا نتائج كبيرة ومهمة جدا في بداية الحرب، لكن عندما وصل الأوكران إلى منطقة معينة، للأسف هناك مشاكل، بأن الرئيس الأوكراني يملك أيضا عقلية سوفيتية، هو أيضا ابن كريفاريه، وهو أيضا ابن عقلية روسية، وهو أيضا يملك بعض الأمراض الموجودة بالعقلية الروسية نفسها الدكتاتورية. للأسف يعني تم عزل الجنرال اللي هو مسؤول عن أغلب الانتصارات الأوكرانية زالوجني، ونحن نرى أنه منذ عزل زالوجني هناك تغير واضح في قيادة العمليات في أوكرانيا، وهناك تراجع على جبهة الدنباس، هذا التراجع واضح. هناك مشاكل في 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 الدفاعات، هناك مشاكل في في إدارة الإدارة العسكرية وحتى يعني خلينا نقول تسليح الجنود، وهناك مشاكل كبيرة. أضف إلى ذلك موضوع الفساد. حتى لو افترضنا أن الأوكران سيضغطون على العالم كله أنه نحن نريد استمرار الحرب حتى طرد آخر جندي روسي من أراضينا، حاليا أوكرانيا لا تملك هذه القدرة. حاليا بسبب هذه المشاكل، يعني إن كانت أوكرانيا تريد فعلا الانتصار، عليهم إعادة ترتيب الصف، وعليهم إخراج الفاسدين وإخراج اللصوص قبل، لأنه حاليا هناك مشاكل، كما هناك مشاكل كبيرة على الطرف الروسي، هناك مشاكل أيضا على الطرف الأوكراني. بالنسبة للأمريكان هم يدركون هذا الأمر، ولكن من الناحية السياسية الاستراتيجية، في حال خرجت روسيا منتصرة من هذه الحرب، هذه الحرب ستتكرر من قبل الطرف الروسي، ولربما تتكرر من الصين أو من إيران أو من أي طرف آخر. لذلك هم مضطرين يعني أن يدعم أوكرانيا لأبعد مدى ممكن حتى تخرج روسيا على الأقل من هذه الحرب غير منتصرة، حتى لا تغري باقي دول العالم التي تملك القوة على أن تغير خرائط العالم بالقوة. هذا الأمر ضروري بالنسبة لهم لاستقرار العالم كما هو في وضعه الحالي اليوم. في حين أن الجميع في أوكرانيا يتحدث على محاولة إنهاء هذه الحرب، وأن أوكرانيا ليست المعتدية وأنها تسعى إلى السلام على الأقل في الأوساط السياسية والإعلامية الأوكرانية، المعهد المركزي للأبحاث للقوات المسلحة الأوكرانية خرج ليؤكد بأن الجيش الأوكراني سيستخدم بشكل كبير الروبوتات في الوحدات العسكرية، وذلك خفض بشكل أو بآخر الخسائر بنسبة 30%، وأنه سوف يتم استخدامها حتى في العمليات اللوجستية مثل توصيل الإمدادات الغذائية ونقل الذخيرة وإخلاء الجرحى. شعر البعض بأن هذا نوع من أنواع تهيئة الرأي العام الأوكراني بأن هذه الحرب ستطول وأننا فقط نحاول تقليل الخسائر. هذا احتمال وارد. يعني النقطة الأساسية، خلينا نحن ننظر إلى الوضع بشكل أو بآخر. لا، طول الحرب غير متعلق لا بالغرب ولا بأوكرانيا، هو متعلق بشكل أساسي هناك عدوان روسي. طالما استمر العدوان الروسي سوف تستمر الحرب، يعني الأمر بسيط جدا. طالما هناك عدوان يعني فهناك ردة فعل. لا يمكن أن تقول المشكلة، هناك من يقول طب فاوض الروس، أوقفوا العدوان الآن وليتم تشميد الصراع. عظيم. أغلب الناس لا تعلم أن هذه هي اللحظة الثالثة من الصراع بين روسيا وأوكرانيا منذ الاستقلال. في عام 2003 حصل اعتداء الروسي على جزيرة توسلا الأوكرانية، عندما حاول الجنود الروس أخذ جزيرة أوكرانية وحصل بينهم نزاع دبلوماسي انتهى بضغط أمريكا على روسيا. يعني
عندها قام جورج بوش الابن بالحديث مع بوتين واجباره على التراجع، وانتهت الازمه العسكريه بينهما في عام 2003. ثم عادت بينهم الازمات في عام 2014 عندما قامت روسيا باحتلال القرم واحتلال الدنباس، ثم عادت الان في عام 2022 وهي مستمره حتى الان. النقطه الاساسيه هي انه في حال تم تجميد الصراع او انهاء الصراع باي نتيجه، بغض النظر عن المناطق الاوكرانيه التي سيتم احتلالها من قبل القوات الروسيه، وبغض النظر عن الخسائر الاوكرانيه، وبغض النظر عن المواطنين الأوكران الذين سيتم احتلالهم، وعن الخيرات الأوكرانية التي سيتم سرقتها. الموضوع المهم هو لنفرض أن الأوكران غضوا بصر عن هذا كله وسلموا تلك الأراضي لروسيا. السؤال الأساسي هو بما أن معاهدة بودابست التي بموجبها تضمن الأمان لأوكرانيا بعد أن سلمت سلاحها النووي فشلت فشل ذريع في هذه الحرب، ما هو الضامن العسكري لأوكرانيا أن لا تجمع عليها روسيا مرة ثانية؟ هذا هو السؤال الأساسي الذي يعني ممكن ان ينهي الحرب. بالنسبه للمواطنين الاوكران قسم كبير منهم انا طب ضامن هل لا يجد الغرب ضامنا عسكريا سوى اضعاف روسيا؟ لا يوجد حل اخر الا ارهاق روسيا. يعني الاوكران يدركون اول ما تصبح روسيا مستعده للجوله الرابعه من الحرب سوف تحصل الجوله الرابعه من الحرب. المساله مساله وقت، خاصه اذا بقي بوتين حيا. يعني إذا انتهت الحرب اليوم وتم تخفيف العقوبات على روسيا وتم تجميد الصراع وبدأت روسيا بإعادة عجلة الصناعة وقوة الاقتصاد وعادة رص الصفوف، هي مسألة وقت قبل أن تدخل روسيا. يعني يجب أن لا ننسى أن روسيا منذ عام 91 دخلت في حرب في مولدوفا، ودخلت حربين ثلاثة مع الشيشان، ودخلت في حرب سوريا، وتدخلت في النزاع الليبي، وتدخلت عسكريا في أوكرانيا مرتين، وتدخلت في جورجيا واحتلت مناطق عديدة. تقريبا لا يمر على روسيا عامين أو ثلاثة دون أن تدخل حرب في دولة ما.